المنقذ للعراق هل يكون السيد مقتدى صدر الآن بأنه هناك عشرات الآلاف نزلوا الآن إلى الشوارع يوم الجمعة الماضية وحتى اليوم كما شاهدنا في المنطقة الخضراء؟ هل المخلص اليوم في العراق هو السيد الصدر باعتقادك دكتور يحيى؟ السيد الصدر إذا بقى في إطار العملية السياسية ويسعى العمل وفق توقيتات الدستور هو لن يستطيع تخليص العراق، ولكنه إذا رفض العملية السياسية وحطم إطار هذه العملية السياسية وعمل الاستناد إلى شعبه وإلى عشرات الآلاف أو مئات الآلاف من الشعب التواق خلاص من هذه الزمرة الفاسدة وهذه الطغمة الحاكمة التي كانت أمر البلاد والعباد بيد قوى خارجية، فأعتقد سيكون هو المخلص إذا ما حطم إطار العملية السياسية وسعى إلى إخلاص العراق بكل جدية والسيطرة بشكل كامل على مفاصل الدولة العراقية. أما أن ينتظر أن يعقد البرلمان يقول كلمته وليحل نفسه أو على كل حال سننتظر دكتور يحيى معك ومع المشاهدين وأيضا ما الذي سيكون حاضر في العراق في الأيام المقبلة بعد الذي حصل اليوم أيضا في ساحة الخضراء والمنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد. شكرا جزيلا لك دكتور يحيى السنبل السياسي العراقي المستقل، كنت معنا على سكاي.